متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. كشفت رولز رويس رسميا عن سيارتها فانتوم 2018 الجديدة كليا، والتي تسعى لأن تتربع على عرش أكثر سيارة فاخرة على وجه الأرض. ونظرة واحدة إليها كافية لتعلم فورا بأنها الرائدة المعاد تصميمها، والتي أدت بحلتها الجديدة لتجلب أعلى مستويات الفخامة. في مقدمتها تم إطالة الشبك الأمامي وبات متصلاً تصميمه بالمقدمة، ما يعطي لأسطورة الفخامة مظهراً أكثر أناقة وعصرية، بينما تمثال روح النشوة الشهير زاد ارتفاعه بنصف إنش مما كان عليه سابقاً. أما المصابيح الأمامية الليزرية الجديدة فهي تحيط بها مصابيح نهارية على شكل حلقات، وتقول رولز رويس أن مصابيح الفانتوم الأمامية هي الأكثر تقدماً في العالم، وبإمكانها بسط ضوئها على مدى 600 متر بالطريق. من الخلف تأتي الفانتوم بشرائط مصقولة بفولاذ مقاوم للصدأ، منحني على الحواف العليا لأعلى الغطاء والزجاج الخلفي. أيضاً تتميز السيارة الفاخرة بأكبر قطعة متكاملة في العالم مصقولة يدوياً بالفولاذ المقاوم للصدأ حول النوافذ والعواميد الخلفية الجانبية. بالطبع أهم ما في أي سيارة لرولز رويس تكون داخليتها، وفي الحقيقة لقد قامت رولز رويس بإضافة أشياء لا تعد ولا تحصى لجعلها أكثر سيارة فاخرة صنعت على الإطلاق في العالم. التصميم الجديد للداخلية يحافظ على لمسة الفانتوم الكلاسيكية مع مقاعد واسعة جديدة كلياً، كما أن هناك اهتماماً بكل تفصيلة كبيرة كانت أو صغيرة، بالإضافة إلى ما يسمى بمعرض الصور. هو عبارة عن قطعة من الزجاج المنسابة على عرض لوحة القيادة، ويكون أمام السائق شاشة صغيرة بها كقياسات العدادات، وبالمنتصف شاشة قابلة للسحب 12.3 لنظام المعلومات والترفيه. لدى المقصورة الأمامية عديد من الخيارات كمفاتيح للتحكم بسقف الفانتوم ذي السماء المزخرفة بالنجوم، بالإضافة إلى مساحة تخزين بالمقصورة الخلفية للمشروبات. أما المقصورة الخلفية لديها ألواح خشبية في خلفها لأجل إخفاء طاولة للتنزه ونظام للترفيه، والذي يمكن نشره أو سحبه كهربياً عبر كبسة زر. وباتت المقاعد الخلفية تأتي بإعدادات متنوعة تحولها لمقاعد فردية بمسند ذراع أو مقاعد للنوم، أو مقاعد فردية مع كونسول وسطي، أو مقاعد طويلة للاسترخاء. بالإضافة إلى كل ذلك فإن الأبواب الخلفية تفتح نفسها ذاتياً. أما للمحرك فهي مستمدة من محرك جديد كلياً توربيني مزدوج بسعة 6.75/12 سلندر وبقوة 563 حصان، متصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات، يستخدم تكنولوجيا متصلة بالأقمار الصناعية للتيقن من أنه على الجير الصحيح، وتتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 5.3 ثانية مع سرعة قصوى محددة إلكترونياً عند 250 كيلومتر في الساعة. هذا ومن المقرر وصول رولز رويس فانتوم 2018 الجديدة كلياً في الأسواق العالمية والخليجية بمطلع العام المقبل. وحتى الآن ليست هنالك معلومة رسمية عن أسعارها، ولكننا نتوقع ابتداءها عالمياً من 2,125,000 ريال سعودي. ما رأيك في التغييرات التي شملت الفانتوم الجديدة؟ شاركنا بالتعليق.